السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير. مرحبا بكم في قناة خالد ستوريز. الموضوع ديالنا اليوم هما الصحاب، هي المعاشرة، هي المخالطة. وما عليكم نتوما غير بالكيت وبلايك وسبسكرايب، ما تنساونيش فيها اخوتي. اليوم ما نعطيو موعدة، شي موعدة كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش يا خوتي، ولا كاين اللي كيفهمها وكاين اللي كي حتى كيسمعها وهادي عاد كي يدخل له في عقله، وكاين اللي بوبري ما كيجبرش الا ينصحو ولا فهمتي اللي يهضر معاه ولا هادي. سمعوني يا خوتي، الناس اللي عندها ولادها الشباب والشابات، دابا رجعنا كنشوفو هادشي عادي، الشباب والشابات. خوتي شحال هادي شحال هادي، انا بنتي لعيت البارح قبل ما ديري 35 عام، قال شهرين. شحال هادي يا خوتي، كان الحياة والحشمة فهمتيني، وهذا كيحشم من هذا فهمتيني، والخلوق، وتشوف المرأة دوز الصخيرة ديالها، تشوف الراجل الكبير دوز الصخرة ديالو فهمتيني. دابا خوتي والو، هادشي هذا مبقاشي. دابا رجعنا وكتشوف اخر عنده اخوات وبنيتات، ما كتدقش عليه في الدار، ضايق له في التليفون ان حشومه يا اخر عنده اخت وبنيته، مغير ولا شفتي شي واحد كياديها فرق عليها لان على الاخت ديالك. هيدا قلنا كنعرفو حنايا الحياة والحشمه والخلق والدين بين بالجهد النادم. دابا هادشي اخوتي قلال، هادشي قلال بزاف، والله العظيم قلال بزاف، هادشي قلال. وشكون لي شكون لي الفيومين ماجي ماجي من الجهل، وماجي من الحقد، وماجي من الحسد، وماجي من التشعويذ. يعني المشعوذين يقدر يخرجوا اي حاجه. المهم اخوتي، بنادم اخوتي ملي يكون كيقرا دايما يعاشر بنادم اللي احسن منه. علاش قالوها لنا الوالدين ديالنا وقالوها لنا الناس شحال هادي؟ قال لك عاشر اللي احسن منك، ما تعاشرش اللي اقل منك. ماشي اللي اقل هو بنادم اللي ما عندوش يتفهموها، لا، عاشر اللي احسن منك هو زعما واحد الانسان عنده الفكرة احسن منك، ماشي عنده الفكرة يدابز ويمشي للحافل، اللي عنده الفكرة يعمل الشفرة موراه، ولا عنده الفكرة يكمي الكارو، ولا عنده الفكرة يكمي الحشيش، ولا عنده الفكرة يعمل يشرب بينو، ولا عنده الفكرة يعمل شي حاجة اللي هي خارجة على القانون. فهمتوني يا خوتي؟ هادي هي اللي يقول لك عاشر بنادم احسن منك، او لبس قدك يواتيك فهمتيني، او لبس طايا قدك ما تلبسش واحد طايا كبيرة عليك. شحال ديال الناس اخوتي ضربت الحساب وجبراتو غلط، وديك الحساب فين كيكون؟ فين كيكون؟ بزاف 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 بزاف، 90% و 80% كيطيحوا في ديك كيسميوها المراهقة. العالم ما عندهمش المراهقة، عندهم المراهقة، ولكن المراهقة كتجيهم على شي كرة، على شي تينيس، على شي موهبة. علاش؟ حيت الناس اخر اللي ما كانش عنده الرغبة في القراية غتكون عنده الرغبة في شي حاجة اخرى. يعني إذا كانت في المدرسة أقول لك دابا أنا هذا مخصوص المدرسة، يمشي للتكوين، يتعلم الضو، يتعلم ميكانيك، يتعلم، ماشي هو يمشي يوقف بارة المدرسة ويأدي ولاد الناس ويريح، وغدا يتقرب معايا آخر يكمي الكارو يكمي معاه، وغدا هذاك اللي يكمي الكارو أقول له يلا نجيبو الحشيش، وموراها هذاك اللي كيجيب الحشيش يقول له انا نشربو وتبروها تعرفو كليكا
او لا مجموعه اللي تقدر كلها كيعطي الافكار ديالو. الجبر تا ولا الدابس واحد يتعرضون اخر، الجبر غير توصي الواحد او ما صردوا وهم بيد الخاطر. هم نادم ولا في مشكل، هذا هو الحساب. الجبر الناس الوالدين كيبردو باحح، كيقولوا مراهقه مراهقه مراهقه، لا تربيه وها خوت وما كانتش التربيه. الله خرجوا لك ولادك مزيان، ما كاينش ديك الفهمه الزنقه. قال لك كل دار فيها كايدار، دي غادي غلط. ربي ابنك ولا بنتك، ربي ابنك بحال صاحبك وبنتك بحال صاحبتك، وتشوف كيفاش غيطلعوا لك. وبنادم يحاول عاود، ماشي كندخلو في هادشي الارزاق ربي، انا عاود نقولو بنادم يحاول، بنادم يعمل العواول لقد الجيم ديالو اللي قلنا قبيلات، فهمتيني؟ ما تلبس طاية قدك، ما تلبس شي طاية كبيرة عليك. عندنا بزاف د بنادم اما كيتعرض ديك الراجل للضغط، اما كيتعرض ديك الطفل للضغط، اما كتعرض ديك الام للضغط. ميمكنش يكونوا كاملين ماشيين راضيين، هيدا عندهم يكون الميل على واحد لبس. مع ذلك دابا كتجبر الاب مبلي بالترسي وبالخايل وكيشرب بينو، واحد الفئه كنهضر عليها، وكيدخل على بنو هيداك وبنتو، وكي اللي عندو بنا ولادو بناس راه عندهم 15 16 يجوجو. بدينا كنسمعو شي حاجة الانكيري بديت تسمعها، دابا هدا ماشي هو الموضوع ديالنا، فهمت؟ راه هداك هيدا بس كيدعي الشاب وكتدعي الشابة. واحد انسان واقف في الحومة كيدور الحومة ويسخر الطفل ستيتو على الكارو، كيفاش يطلع هذيك العيش ستيتو بوري؟ يعني ديك الكارو ملي يجيبولو هيبقى يتناقش مع عقلو، هيبقى يقول شني هذا، هاد الكارو هذا اش هيكمي هذا اش هيعمل بيه، لأن العايل 3 سنين من فوق كيبقى يزمم اخوتي، 3 سنين من فوق كيبقى يشد جد، نمشي كيبقى يحمق على اي حاجه. وثلاث سنين الناس في الدول كيتيهم الكمبيوتر التليفون بس يخرج شي حاجه واعره اللي يستافدوا منها، ما يستافد منها نسينا ويستافد منها بنك ويكون المستقبل ديالو. حق حنا ما كنفكروش هيدا، حنا باقي يا خوتي ولد العيل كيقولو ببوعو الغوله حكوزه، كيوهموا شي اوهام ما كاينينش. خوتي السلام عليكم، عقل لي مزه، وديروا الكيت وديروا لايك، فهمتيني؟ واحد يتكون مسمعو كذا، وهادي ما تنساونيش في لايك وسبسكرايب باش نزيد في الدعم ديالي، راه انا باقي ناقص واحد 400، فهمتيني؟ ابوني صاحبتي هي اللي واقف عليها، إلا عاونتوني فيها رانا نكمل في المسيرة، ما عاونتونيش فيها نكمل في المسيرة. اللي في قلبي كنقولو، واللي عمل ابوني واللايك الله يرحم والديه والله يجازيه بخير والله يعطيه ما بنويتو، اللي ما عملاشي الله يرحم والديه والله يقضيلو حوائج ديالو بالكتمان. السلام عليكم اخوتي، والله يخلي الملك ديالنا تشفق راسنا.